يا ابوي انت جننت يا ولية، وتعزميهم ليه؟ هو حرام اعزم اهلي ونتلمي كلاتني؟ ما تتلموا في داركم ولا في اي حته، خلاص ما فيش غير داري دي هي اللي عسل. باي انت زعلان يا محفوظ اني هعزم اهلي؟ لا مش زعلان يا ستي، ينوروا. انا عزمت ابوي. ابوكي؟ انا اقدر اتكلم قدام ابوكي؟ يتفضل. وعزمت امي. امك دي ست الكل، اول واحده تيجي. والغريب. والغريب ده هو اللي كان ناقصنا، الغريب ده. وجميله يا ده انا لسه على لساني كنت اقول لك جميله. وكمان خلاص خلاص كفايه، انت هتعزمي لي البنات كلها ولا ايه؟ بقى كده؟ ده ابويا بقال سنين ما دخلش دارك. وعدوا كانهم ثواني. وطالما بقال سنين ما دخلش داري، ما يكمل على كده، ايه اللي فكره يعني يدخل داري دلوقتي؟ طيب يا محفوظ، انا هروح لابوي واقول له انك متضايق انه هيتعزم عندي. احمد ربني انه حيوافق ويدخل دارك من اصله. الحمد لله انه وافق ودخل داري من اصله. يا ابوي نهايته. هتوكليهم ايه؟ كم جوز بط؟ كم جوز بط؟ يا خرب بيتك يا محفوظ. وكم جوز حمام؟ يا نهايتك السودة يا محفوظ. وكم برام فريك ورز؟ وبرام لحمة خلاص كفاية كفاية كده. بقول لك ايه؟ خلي الباقي ده مفاجأة على الأكل، عشان لو جرالي حاجة يجرالي حاجة قدامهم ويحسوا بذنبي طول العمر. بقول لك ايه؟ أنا راح أجهز الوكل قبل الليل ما ياجي. يا رب الليل ما ياجي.